انت اخويا طبق صافي. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينه الدار البيضاء بالضبط من حي اناسي. كيف ما كتشوفوا على المباشر، اكبر حمله من طرف السلطات المحليه، شخص القيد ديال اناسي، كذلك مجموعه من الجمعيات اللي كيقوموا بتوزيع الكمامات على المواطنين المغاربه، وكذلك التوعيه باش ياخذوا احتياطاتهم اللازمه من فيروس كورونا اللي كيف ما كنشوفوا انتشر بواحد الشكل كبير. كنتمنى الله عز وجل ان هذا الوباء يترفع علينا وترجع الحياه الطبيعيه للمجرى ديالها ان شاء الله. تفرقوا اذا مشاهدينا، احنا مازالين في حي اناسي مدينه الدار البيضاء، الحمله اللي كتقوم بها بعض الجمعيات المغربيه، كذلك رفقة السلطات المحلية توزيع الكمامات على المواطنين المغاربة. إذا كيف ما كتشوفوا مشاهدينا على المباشر، توزيع الكمامات على المواطنين المغاربة. المواطنين اللي ما عندهمش الكمامات يلتحقوا أم يلتحقوا بالمجموعة هناك. هناك كمامات تبني مجال، تسارعوا الى الكمامات. ونرجو منكم ان تلتزموا بجميع الضوابط. إذن ديما كنوصلوا المواطنين والمواطنات باش يتبعوا ويطبقوا ويحترموا قواعد السلامة اللي كتنص عليها وزارة الصحة ووزارة الداخلية، واللي ما عندوش كمامة يجي عندنا يلتحق بنا هنايا، كنوزعوا الكمامات بالمجان. إذن كاينين جمعيات مشاركة في هذه الحملة الكبيرة بالتنسيق مع السلطات المحلية اللي كتوزع كمامات بالمجان. إذن اللي ما عندوش كمامة يدير كمامة، وهذه الحملة الكبيرة اللي بالتنسيق مع عمالة مقاطعة السيد البرنوصي وبالتنسيق مع السلطات المحلية وقائد المرحلة الإدارية، هذه الحملة في إطار التعاون والتضامن مع البلاد ديالنا في هذه الأزمة. إذا اللي ما عندوش كمامة يجي ياخذ كمامة بالمجان. عمالة مقاطعة سيد البرنوصي تنبذ الحملة التحسيسية مع المسيح الجمعوي تحت شعار بين فرانسيس بني نفسك وتحمي غير. اللي ما عندوش كمامة يلتحق ياخذ كمامة. استعمال كمامة إجباري وضروري. ليتي مسلي هالذكرى للأجيال الحاضرة باش يعرفوا الزين والطيب. Thank you.
شعار ديرك ما يمتلك حمي نفسك حمي غير. إذا كان تعرفوا من كاع اللي كانوا يسعوا الكمامات كانوا ملتحقوا في السيارات ديالهم لأننا غادي نتحركوا دابا كاع اللي معانا في الموكب التحق السيارة ديالو لأننا غادي نتحركوا دابا.